بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان، أجواتنا مستمرة، الإثارة تستمر، التحديات أيضا هنا مستمرة على أرضية هذا الميدان. مباشرة مع أشواط الجعدان ونسير مع المركز الأول وعلى الغياد محطم سالم بن علي الهاشمي على المركز الأول. المركز الثاني الوصول والتقدم أيضا من قبل هنا جلمود خالد سعيد الربيعي على المركز الثاني. أما في المركز الثالث والم ناصر بن سعيد بن راشد الربيعي على المركز أيضا الثالث. المركز الرابع القادم في هذه اللحظات أعود إلى المركز الرابع والتقدم أيضا هنا مشهور مبارك بن هدوب الرويعي على رابع المراكز وخامس المراكز. القادم ايضا شاهين محمد بن سعيد الربع اول هناك نعم الهاشمي. اعود الى المركز الاول الى الصدارة الى القيادة والى الانطلاق. الله 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 الى الانطلاق والتحديات هنا مع محطم سالم بن علي الهاشمي منطلقا نحو الناموس والانتصار. المركز الثاني القادم جلمود خالد بن سعيد الربيعي على المركز الثاني. المركز الثالث مشهور مبارك بن هدوب الربيعي لكن اعود مع الصدارة اللي مازال بالبداية وانطلق منذ البداية الشوط ما زال في الصدارة في المركز الاول محطم ايضا هذا الشوط باداء الجميل والشعار المميز والتهاني موصولة لسالم بن علي الهاشمي على انتزاع هذا الشوط. المركز الثاني مشهور مبارك بن هدوب الربيعي المركز الثالث كان هناك جلمود خالد بن سعيد الربيعي والتوقيت الزمني دقيقة 49. تهانينا والناموس.